اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناه كتب وسينما. هنتكلم النهارده عن مجموعه من الكتب، ويعني في قصص قصيره وروايه وكتب اخرى. اول كتاب معانا هو لألان واتس، وهو طبعا يعني كاتب وفيلسوف وكان مهتم بالفلسفات الشرقيه، والكتاب اسمه ذا ويزدم اوف انسكيورتي. والكتاب ليه ثلاث محاور رئيسيه، بيتكلم عن الدين وموضوع ان الناس كتير يعني بعدت عن الاديان واتجهوا بقى لاتجاهات تانية زي الالحاد وهذا الكلام، وبيقول ان بدون الطمانينه اللي بيديها الدين للافراد فبيصبح الهدف من الحياه يعني في فراغ وفي فجوه وفي اسئله كتيره محتاجين اجابتها، وان الاديان يعني بتدي للبشر بعض الطمانينه والثقه في اللي هم بيفعلوه او ايه نتيجه مثلا افعالهم، والا هيكون في زي ما هو بيقول يعني اسئله كتير هيكون بدون اجابات او ايه الجدوى من الحياه. فده كان محور في الكتاب يعني اتكلم عنه بشكل طبعا مفصل، ولكن احنا بنتكلم على المحاور كده بشكل سريع او نبذه عن افكار الكتاب. تاني حاجه اتكلم عنها النزعه الاستهلاكيه، وانك بتخش في دوامه او حلقه مفرغه من الاحتياجات، وانك تقعد المجتمع او الشركات بتحاول تبيع لك اشياء انت مش محتاجها، فبتخش في الدوامه دي من اجل الوصول للسعاده، مع ان الوصول للسعاده اسهل من كده. فيعني ده فكره كده من افكار اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في موضوع التقليليه او المينيماليزم، هو بيتكلم عنها هنا، والثقافه الاستهلاكيه انها مش هتوصلك للسعاده. ده كان المحور التاني في الكتاب وبرضه بشكل مفصل. تالت فكرة في الكتاب عن موضوع المتعة والألم، وإن الألم ده شيء أساسي في الحياة، لازم تحصل لك مواقف مؤلمة، حاجات صعبة، لابد من التعامل مع المعادلة بشقايها، يعني إن في متعة ولازم يكون في جانب مؤلم، وتتعلم إزاي تتعامل معاه لأنه جزء أصيل من الحياة. المعاناة هي جزء أصيل من الحياة، وطبعا هو متأثر كده بموضوع الأفكار البوذية، لأنه مطلع على أديان كتير وفلسفات شرقية وحاجات من الهند وآسيا وهذا الكلام. فدي الثلاث محاور الأساسية في هذا الكتاب، وطبعا زي ما قلنا هو مش كتاب مش كبير قوي، ولكن يعني ده هو مدي لكل جانب من الثلاثة دول تفصيل بقى بشكل أعمق جوه الكتاب، الدين والثقافة الاستهلاكية وموضوع الألم ان هو جزء أصيل من الحياة. تاني كتاب معانا هو كتاب سويتش، والكتاب ده بيتكلم على التغيير في السلوك البشري من خلال تركيز على الفارس، زي ما هو بيقول الكاتب في الكتاب، الفارس والفيل والمسار اللي انت بتمشي فيه. فالفارس ده اللي هو الجانب العقلاني، والفيل الجانب العاطفي في تفكيرك والمسار اللي انت بتمشي عليه. ازاي بنتحكم في التلاتة دول بحيث ان احنا نقود لتغيير في السلوك؟ بمعنى مثلا انت عايز تقنع حد ان هو ياكل اكل صحي، فايه اللي انت هتغيره في التلات جوانب دول؟ وهنتكلم دلوقتي عن هذا الموضوع. فبيشبه الدماغ بانه متسابق، او الفارس ده العقلاني او اللي هو الجانب العقلاني راكب على فيل اللي هو الجانب العاطفي وماشيين في مسار معين. فبيقولك ازاي تغير سلوك معين عندك او اتجاه معين، انت بتحدد جانب واحد وثابت للتغيير عشان الجانب العقلاني عايز جانب محدد وواضح، وتخلي المسار بتاعك واضح، وتخلي الفيل يتحرك بالعاطفة كمان، يعني لازم تدخل جانب العاطفة في الموضوع عشان تقود لتغيير اسهل. فمثلا لو عايز تاكل اكل صحي، فتبدأ تحط الاول حاجة بسيطة، زي مثلا تقول انا هشرب القهوة من غير سكر، بدل ما تقول جملة صعبة وكبيرة ما يقدرش الفارس يتعامل معاها في جانب عقلاني، هيبدأ يفكر فيها يلاقيها صعبة فممكن يبعد عنها. انت تقول مثلا ايه، انا هاكل اكل صحي مدى الحياة، فدي هدف صعب التحقيق، ولكن تبدأ بحاجة سهلة شوية، تبدأ تقول مثلا في الاول انا هبدأ اشرب القهوة بدون سكر، او هبدأ اقلل كمية السكر، بتبدأ بحاجة بسيطة تكون سهلة على الفارس بتاعك والفيل اللي هو الجانب العاطفي كمان، ان هو ما يلاقيش دي حاجة صعبة عليه. تقول مثلا مش هشرب السكر، هقلل كمية السكر، هقلل كمية المياه الغازية، يعني تبدأ بحاجات بسيطة عشان تكون اسهل على الفارس او الجانب العقلاني والجانب العاطفي اللي هو متعلق بالصودا مثلا او السكر او هذه الاشياء. فانت تبدأ تقلل بس شوية، مش مرة واحدة تقول انا هاكل اكل صحي، فيبدأ يقول لك عقلك يبدأ يخش فيه خيارات مختلفة ويفكر في بدائل اخرى، ففي الاخر ما يعملش حاجة. ولكن لو بدأت بهدف سهل هتلاقي ان التغيير هيجي بالتدريج. وكذلك الجانب العاطفي اللي هو بقى الفيل ده، يعني هو مثلا انت بتقول انا هبعد عن التدخين، فلازم تحط حتة
عاطفية شوية، مثلا ما تقولش عشان حتة عقلانية ان انا هوفر فلوس، لا ممكن تقول مثلا ده هيخلي اسناني مثلا منظرها سيء، فدي تلعب على العاطفة عندك فتبدأ تبعد فعلا عن التدخين. يعني تحط جانب عقلاني اللي هو مثلا موضوع الفلوس، وفي نفس الوقت لازم الجانب العاطفي برضو ان انت بتتأثر بشكل ما، تقول مثلا ده التدخين هيخلي شكلي كذا، مش عارف هبقى عامل ازاي، فتبدأ تبعد عنه بشكل عقلاني وعاطفي في نفس الوقت، ويكون المسار بتاعك واضح في التغيير. وضرب بقى امثله كتير في الكتاب طبعا عن حاجات بقى في شركات وكذا، وازاي يقود سلوك الشركه او العمال للتغيير من خلال اللعب على الجانب العقلي والجانب العاطفي وبعض التجارب اللي عملوها على العمال. فهو كان كتاب شيق يعني ومليء بقى بالامثله والافكار على كيفيه تغيير السلوك البشري. في كمان كتاب لخوسيه ماريا اسمه المسافر التائه، وده مجموعه من القصص القصيره لهذا الكاتب الاسباني، بتتميز بقى بالطابع الفانتازي وهذا الكلام، وقصص فيها جانب كتير من الخيال وعالم بقى فيه مثلا اشباح، اختفاء اشخاص بطريقه مثلا غامضه مع بعض القصص الرومانسيه. فكانت اول تجربه ليا مع هذا الكاتب اللي هو خوسيه ماريا، ولكن كان قصص شيقه جدا وفيها افكار متنوعه، ومعظمها او كتير منها في جانب بقى الفانتازي والخيال. وكتاب تاني اسمه النشيد الاول، ده كتاب عن الادب البرتغالي. الكتاب ده بقى مش لكاتب واحد ولكن لكتاب وكاتبات من البرتغال عموما، قصص قصيره لعدد من الكتاب، بيديك يعني جزء كده او معلومات عن كل كاتب او كاتبه في البدايه صفحه كده، وبعد كده القصه بتاعته. فهو عامل يعني كوكتيل من القصص في الادب البرتغالي، برضو كان من الكتب الشيقة يعني، او فيك طبعا ناس كتير هيكونوا اول مرة يقروا لهذا العدد من الكتاب البرتغال، متعودين مثلا على ساراماجو وكذا يعني اتنين تلاتة كده من البرتغال وخلاص، ولكن هنا في عدد كبير من اصحاب القصص القصيرة من البرتغال. فهو برضو كتاب شيق وفيه افكار مختلفة، وبرضو موضوع الفانتازي وهذا الكلام موجود، وعدد من الكاتبات ليهم برضو قصص شيقة جدا في الكتاب ده. في رواية لدوستويفسكي طبعا، رواية الوديعة، وهي رواية شيقة بتلعب على الجانب النفسي بقى من خلال زوج اللي يعني تزوج فتاة معينة، وهو كان في مكان للمراهنات وكده، وكان بيعمل تقريبا ضابط سابق قبل كده، وبيحلل بقى التجربة مع الفتاة دي وانتهت لإيه في الآخر. طبعا كان فيه بقى مأساة في هذه الرواية، والعلاقة ما بينهم، ما بين بقى الرغبة ان هو يسيطر عليها بشكل كلي، وبيحلل اللي هو عمله ده وإيه نتيجة فعله في العلاقة الغريبة والمتوترة ما بين البطل وزوجته، وزي كانت علاقة صعبة جدا ما بينهم، ويعني هو ظلمها بشكل كبير، وده هيؤدي لإيه في النهاية عشان يعني ما نحرقش النهاية بتاعتها. فهي رواية يعني قصيرة كده، وفيها فكرة بقى اللي متعودين عليها من دوستويفسكي وكده، وتحليل الشخصية ويبدأ يحلل نتيجة أفعاله ووصل إزاي للي هو وصل له ده. وكمان رواية سر الاعتراف دي للكاتب ألكسندر دوما، أو زي ما بيقولوها دوماس أو ديماس، وهو كاتب فرنسي شهير، ورواية بتتكلم على المجتمع الروسي بقى زمان، وقصة حب ما بين البطل والبطلة، ابنة بقى جنرال وكده في روسيا، وازاي ان الجندي البسيط ده اللي بيبدا يترقى وكده بيحب ابنة هذا القائد، ولكن كان في وعد ان هو المفروض البنت دي تتجوز حد كبير في عالم السياسة، او واحد يعني من اقارب او ابن الامبراطور. فطبعا العملية صعبة ان هو الراجل ده يتجوز حبيبته، لان في المفروض ان هي هترتبط بحد اعلى شأنا، فالموضوع هينتهي بايه؟ ان هي غريبة جدا ومأساوية ومفجعة، وكمان دخل فيها الجانب الديني في النهاية وموضوع الاعتراف بشكل برضو مفاجئ، والغريبة كمان ان هي عن قصة حقيقية، فهي بصراحة كانت ممتعة في الفكرة، ولكن ما يعيبها بس هو موضوع الدخول كتير في تفاصيل عن الحروب ما بين روسيا والجنود بقى والتقدم ومش عارف ايه، ويوصف المعارك بشكل كتير ومبالغ فيه شوية في اول مجموعة من الصفحات، تحس ان انت عايز تجري كده يعني، دخل في كتير بقى في السنة كذا والمعركة كانت معرفش ايه، فالدخول بشكل طويل في المعارك كان ممل شوية في، لكن بعد كده هتحس ان انت هتستمتع جدا بالجانب التاني من الرواية. في كمان رواية لنور عبد المجيد طبعا بتتميز بكتابتها الشيقة، طبعا كاتبة كبيرة وليها اعمال شهيرة جدا، ودي رواية انين الدمى.
وهنا ادم موجود في ادم ده بطل الروايه موجود في مجتمع معين كده، وجارته بيحصل عندها في جريمه حصلت يعني، وهو بيؤكد وطبعا خارج من مصحه، ولكن بيؤكد ان في بنت صغيره كانت موجوده في البيت ده، وان هو شافها كذا مره، والباص بتاع المدرسه بيجيبها ومش عارف ايه، وكانت بتدفن كلب. فامه بتقوله لا مفيش الكلام ده، ويعني هي حاسه ان هو ده عنده مشكله نفسيه لسه، وانه لازم يرجع برده المصحه مره اخرى. فهل البنت دي موجوده بالفعل؟ هل في لغز في المكان ككل؟ في جانب من الغموض والتشويق كبير في الروايه، ومكتوبه طبعا باسلوب سلس وجميل، ومليئه بقى بالمقولات اللي متعودين عليها في روايات نور عبد المجيد. تلاقي ما بين كل صفحه وصفحه مقولات جميله جدا واسلوب شاعري وسلس. فالروايه فيها جانب من الغموض والخيال والسيطره واللغز اللي بيدور حوالين المكان ككل. ايه لغز البنت المختفيه دي؟ وادم عايز يوصل للموضوع ده بكل شكل من الاشكال، خصوصا هو فقد ابنه قبل كده، وعايز يثبت ان البنت دي موجوده وان هو مش مجنون ولا حاجه. فكانت حبكتها ممتازه، والوصول للنهايه برضو كان مشوق جدا، ونهايه مفاجاه وصادمه في اخر الصفحات. دي كانت مجموعه من الكتب كده يعني قراتها الفتره اللي فاتت، ويا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات القادمه، ومع السلامه.